السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. سمحوا لي انا على هاد الغوطه، هذا ضروري كندير لكم غوطه شويه. رمضان مبارك كريم، كل ما تمنيتو ان شاء الله بصحيحه وسلامه وطول العمر يا ربي، كل ما تمنيتو ان شاء الله في حياتكم. البنات سمحوا لي، درت معكم العشرة ونص، درت لكم واحد الديمينيت ديال الغلطه، سمحوا لي. الله يبارك فيك حبيبتي علينا وعليك ماروك سولي، كل ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي الله يدوزو ان شاء الله بخير وعلى خير، ويبلغنا ليه ان شاء الله كامل، ويتقبل منا ان شاء الله يا ربي. يلاه البنات طلعوا دابا، تكونوا صافي ساليتوا شغلكم، ساليتوا كلشي. داكشي علاش درت لكم مع العشرة ونص. صراحه السلعه وصلتنا نهار الثلاث، وكاينين بزاف اللي صيفطوا لي لا ميساج، سمحوا لي اللي ما قديتش نجاوبهم، والله لا وصلت الثلاث. سكيفي نهار الثلاث، يلاه استفنا، يلاه قادينا المسائل. دونك لا في ديال رمضان كيف ما انا مشغوله، بيان سور راه نتوما غتكونوا مشغولين، يعني حتى واحد ما غاديش تا واحد يعني ما غادي حتى وحده ما غادي تكون مساليه لافي ديال رمضان. عاوتاني البارح لو برومي جوغ كتكون لا شارج فيه بزاف، دونك قلت الجمعه دو بريفيرونس نديرو الجمعه احسن منها، انا نكون اليز و نتوما تكونوا اليز. داكشي علاش درتو لكم الجمعه. واش عجبتكم الامارات؟ عجبتني. لا حبيبتي ماشي ديال الامارات، هادو ديال تركيا، كلشي ديال تركيا. العام الجاي ان شاء الله نمشيو لكم لدبي. دونك البنات اختاري الجمعة احسن، او موا تكونوا بعدا شوية خفافيتو. يلا البنات بارطاجيو معانا، بوجيو معانا شويه باش نبداو، باش ما نعطلكمش عاوتاني معايا. راني حطيت لكم لا ستوري معطله باش قلت لكم بلي راه اللايف اليوم. اختي تركيا تا هما كيخيطوا العبايات، تا هما تركيا كيديروا كلشي، غير الفرق كاين ديال دبي اغلبيتهم كيكونوا بالشال، ديال تركيا قليل فاش كيكون شي موديل بالشال، يعني كيصايبوا غير العبايه بوحدها. تركيا اختي كيديروا كل شيء هاد العام، داروا لي ستيل ديال البدعيات بحال القفاطن، والله الا تقولي قفيطين بحال القفطان ديالنا، وهو هي هو استخاصي بلاصه الصنعه كاينين لي استخاص، تيخدموا اختي كل شيء. هادوك معايش البلاد اللي كيخدموا معاها كيخدموا لها لي موديل، يعني واخا الاتراك يعني التركيات ما كيلبسوش هاد لي ستايل، هادو ما كيلبسوهمش نهائيا، ولكن هما كيصايبوهم حيت حنا كنلبسوهم.
صافا البنات نبداو. مهم انا راني غادي نخلي لايف نخليه اونجستري باش اللي ما تفرجتش دابا تفرج فيه من بعد. كاين اللي دابا كتفرج غير بالزربه وكتبغي تعاود تفرج فيه على خاطرهم. واخا حبيبتي احنا غادي نبداو ان شاء الله باذن الله، وغادي نخليه اونجستري اللي ما لحقاتش. مهم البنات غادي نبداو بهذا الموديل الاول. هذا الصراحه اللي انا حمقني حمقني حمقني، موديل واعر. هادو البنات هادي عبايه جلابه، هادي عبايه وجلابه او ميم طون. علاش؟ حيت فيها دايرين فيها لا كابوش. نوريها لكم انتم. نفس الخدمه اللي فيها هنا الفلاكابوش فيها هنا البنات في الصدر هابطه كامله. انا غادي بعد باش تبان لكم جيسبر باينه كامله. المهم صراحه واخا التليفون ما عطيهاش حقها، توب حرير. شوفي هنايا، شوفي التوب كي داير، شفتي شفتي هادو لي فولون فلي مانش هانتي، و التوب راه كريب دو سوا. ما نحتاجش نقول لك الكريب ديال لا تركيا البنات، ما نحتاجش نقول لكم كيفاش داير، راه طوب صراحة. موديل انا حمقني حمقني بزاف، موديل موديل خطير. هانتوما البنات شتو زين يا محبيبه ديالي. ها نتوما حتى لا سانتوغ في الدوغي موديل. ما الصراحه كنت نشوفه مباشره والله الا واعر واعر، احسن احسن من احسن من احسن من لا فيديو. المهم لي مونش هما البنات، الله يسلمك حبيبتي مجد، الله يسلمك وين جيتي، الله يخطيك حبيبه ديالي. المهم البنات كيف ما قلت لكم فيه لا كابوش، شتو بودي اختي كتبيعي حتى البودي اللي تحت العبايه عجبني. هاد البودي هذا الصراحه ديالي، وكيلا عجبكم نجيبهم لكم ماشي مشكل. المهم انتما كما البنات وريتكم، ها هي لا كابوش ديالها، هذه ملايه جلابه يعني ديال الحضور، ديال بيان سور هذه ماشي ديال ديما، ديال شي مناسبه ديال شي حضره، يعني راه شي حاجه الصراحه الطوب. زعما جبنا لكم شي حاجه اللي تليق بكم، ماشي اي حاجه، ماشي غير باش نتسمى وكنجيبو صافي. واحد يجيب حاجه زوينه ولا ما يجيبش. وبالنسبه للبنات هانتوما انا لابسه فيها لاطي شحال هذه 44، انا لابسه فيها لاطي 44، فيهم لي طاي من 40 حتى 46. وكيف ما ديما البنات عفاكم العبار، لان كل موديل ولا كوب ديالو. كاين موديل تقدري تلبسي فيه 44، كاين موديل تلبسي فيه 42 على حسب لاكوب. انا هذه لابسه فيها 44، يعني اللي في لاطاي ديالي تاخد 44. ولي طاي تيبداو سلام الله تبارك الله حتى بودي زوين زين يا مك حبيبه ديالي فاتي حاله الله يخطيك. صافي البنات كتسد بالسنسله، اه بالسنسله هذه هي الصراحه باش براتيك. شتي فيها السنسله من التحت حتى للفوق، ها هي السنسله ديال البنات فين حابسه من هنا كتسد بالسنسله. المهم هانتوما انا كنعاود نوري لي يلاه دخلوا لي مونش ديالها، لي مونش فولون لي طاي من 40 حتى 46. صافي البنات الثمن ديال هادي شحال؟ 680. الثمن ديال هادي البنات 680 درهم، ما كاينه لا 1000 لا 900 لا 1100 لا 1200. هاد لي موديل هادو البنات راهم غاليين، لان هاد لي مارك هادو اصلا تبارك الله تيخدمو غير لا كاليتي، غير التوب راه طوب، التوب ديال كوريا ماشي ديال لاشين ولا ديال تركيا، التوب ديال كوريا.
راه الكريب دو سوا راه فيه بزاف ديال لي كاليتي. هادي راه راه الطوب ديال الكريب دو سوا والله العظيم. هادي مين تشوفوها دو بري ديك الساعه راه غادي تحكموا على الثوب. ثمن مناسب والله. ما كاينين هاد لي بري. شتي بعدا هاد الموديل هذا ما تيدورش في المغرب مازال لحد الان ما شفت حتى شي واحد دخلو، لاننا حنا اصلا فاش كنا كناخدوهم هاد لي مارك هادو كيبيعوا بزاف. البنات كيخدموا مع الجزائريين بزاف، يعني هاد الموديل كاين في الجزائر. راه البنات اللي كيتبعوا لي باج ديال الجزائر كيصيفطوا ليا بزاف ديال لي موديل. هاد لي موديل غاليين في الجزائر، اللي عندهم الشحنه رخص منه والله ما تيبيعوه بهذا الثمن. ما كيهبطش هذا، ما يهبطش على 1200 ولا 1000 درهم. هانتوما البنات، هما لي مونش. دابا نحط لكم المانكان لابساها. هادي البنات 680 درهم، فيها لا كابوش. ها هي لا كابوش ديالها البنات. حاجه الصراحه كتلبس عاد كتبان. كيف ما قلت لكم لي طاي من 40 ل 46. انا نحاول نبدل نبقى بشويه حيت بزاف كيقولوا لي كتزربي. انا كنزربي ما كنبغيش نعطلكم وصافي. صافي البنات لي طاي من 40 ل 46 والثمن 680 درهم. بالنسبه لي صوندال اللي انا لابسه معاها ها هما البنات، شي حاجه كلاس وطوب وبراتيك، يعني ما كاينش طالون. حبيبات ديالي كان عندنا محل، دابا حنا رانا غير في الدار تنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل. اون اتوندون يوجد لينا ان شاء الله المغازان، حنا في سلة الجديده تنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل. في ما كنتي نصيفطوا ليك كنتي حتى على برا نصيفطوا لك غير الحويجات اللي كيكونوا فيهم كونترفاسون، اللي تيكونوا فيهم لي مارك هادوك اللي انتردي فيهم مشكله في لوروب على وديت لا دووان حيت ممنوعين. هذا علاش. اما لي موديل هكا سامبل ماشي مشكل. ها نتوما البنات لي صوندال شي حاجه طوب وكونفورتابل وماشي بزاف ما كيبغوش الطالون. انا براسي ما كنقدش على الطالون، دونك هادو براتيك ولا كاليتي ديالهم. انا نقربها لكم بس استراسي وما جايش شارجي، يعني حاولت نختار لكم النوار مع الدوري باش ما تجيش اوفر حيت بزاف كيبغيو سندلات، يعني دي فوا كتكون تكشيطه دي فوا كتكون غير عبايه ما كتبغيش شي حاجه اللي هي اوفر. داكشي باش راه كيما كنختار راسي داكشي اللي تيعجبني كنختار ذوقي كيف ما كنلبس انا كنختار لكم. هذا اللي كاين حبيباتي. هادو لي بونتور مناش من 36 ل 40، من 36 ل 40 لي صوندال من 36 ل 40 الثمن ديالهم 350 درهم. صافي البنات 350 درهم كاليتي طوب. انا راني لابساها ما عرفتش واش غتبان لكم ولا لا. لا ما عرفتش واش تبان مزيان محال. شوف واش كتبان شويه روطار عندي. المهم قولي واش كتبان لكم ولا لا، باش الا ما بانتش تنوريها لكم في شي ستوري ولا شي حاجه. شوف واش كتبان. نشوف باينه صافي صافي. المهم انا وريتها لكم دو بري غير باش تشوفوا الموديل. هاو البنات هادو من 36 ل 40 الثمن ديالهم 350 درهم. ندوزو للشال اللي كانوا بزاف كيصيفطوا لي على لي شال. المهم البنات هاد لي شال هادو ديال الكريب دو سوا، داك ليكرا ديال لاسوا ماشي ديك ليكرا اللي كنعرفو حنا هنا ديال المغرب. راهم شتو راه كيبين ديال هاد لا مارك هادي راه معروفه البنات في لا تركي. ها هي المهم تيجيو خفيفين
فيه ال فيه البيج، فيه النوار، فيه النوار بالدوري، ها هو فيه النوار بالنوار، وفيه البيج بالدوري، وفيه البيج توب، وفيه البيج عادي. عطيني نوريهم، عطيني نوريهم النوار بالنوار. هادو كمية قليلة. نوار بالنوار، نوار بالنوار. ها انتم البنات، ها هو النوار بالنوار، ها هو. البنات عافاكم، ما تعيطوش ليا، غير تنسالي لو لايف وغنجاوبكم. ها انتم هذا البيج، هذا البيج كلير، وهذا البيج طوب. صراحه هاد لي كولور هادو هما اللي كي هما اللي كي بالنسبه لي ستيل. حنا هاد لي ستيل اللي كاينين ديال الجلالب ولا ديال العبايات ولا ديال هادو لي طخوا كولور هما اللي كيمشيو معاهم. دونك ما كاينلاش نجيب الكرونا والبلو سيال، لان الصراحه ما كيجيوش مع هاد الشيء. دونك هادو هما لي كولور ستاندارد اللي كيبغيوهم الناس كاع. كاين الكحل بالكحل، وكاين الكحل بالدوغي كيما اللي لابسه انا، وفيه لي موتيف. ها هو الكحل بالدوغي، والكحل بالكحل، والبيج بالدوغي، والبيج طوب حتى هو بالدوغي. هادو البنات لو بري ديالهم 100 درهم. هادو ما نقول لكم 200 150 220، انا شفتهم بهادو باثمنه خياليه. هادو البنات 100 درهم. هاد لو بري هادو ديال تركيا والله ما تلقاوهم بهاد الثمن، هذا ما غتلقاوش بهاد الثمن، تيبيعوه ب 150 200 درهم صافي. البنات 100 درهم بالنسبه لي شال. انا ندوز لكم موديل اخر. البنات دابا هذا لو دوزيام موديل، حتى هو عبايه، غير هي ما فيهاش لا كابوش. هذا عبايه جايه الموتيف ديال فيرزاتشي، غير هو نوار في النوار. هاد الموديل هذا كانوا بزاف صيفطوه ليا من لي باج ديال الجزائر، كانوا صيفطوه ليا في الفولور، عجبهم. احنا جبناه ليكم البنات، داروه دابا في الكريب دو سوا، احنا جبناه ليكم من هنا حيت النوار بالنوار ما كيبانش. انا غنحط لكم ملبوس البنات، فيها لي فولون هنا ماشي كيما الاخرى، فيها هنا وفيها من التحت. جيسبر يكونوا كيبانوا لكم. كيبان هانتوما البنات لي فولون، هادو البنات هما اللي خارجين دابا طوندونس، هادو كاع لي بلي فولون. هانتوما البنات لبستها ليكم مع صندالة شوية عالية،
ربي يخليك حبيبه ديالي، الله يخطيك. ها انتم ما نبغيش جيسبر تكون باينه ليكم. هاي ها آه ضروري راه انا كنوري لكم ملبوس وما ملبوس باش يبان لكم. ها نتوما الكميمات ها هما هكا راه كيبانوا نورمالمون تيبانوا ها هما، ولي فولون من التحت انا نوري لكم. ها هو ملبوس هانتوما البنات. لا حبيبه هادو ما عندهمش لي شال، هادو كيتلبسوا مع اي شال كيما لي شال انا اللي وريتكم دابا. هانتوما البنات لي فولون من التحت واش على اكزومبل لبسي مع هاد الشال. شتو ما عرفتش واش كيبان ليهم الفولون ولا لا. كيبان كيبان كيف ما في الكميمات كيف ما لتحت ماشي كيما الموديل الاخر. ها انتم شفتوا دابا نحط عليكم لابسه المانكو باش تبان لكم البودي اللي من تحت واش عندك بحالو. البودي اللي من تحت ما كاينش، ولكن الا عجبكم نجيبو لكم ماشي مشكل، حتى هما ديال تركيا. ها انتم البنات حتى هي لي طاي ديالها من 40 ل 46 والثمن ديالها حتى هي 680 درهم. والبنات ديما العبار ديما العبار ديما العبار. وبالنسبه لي شال البنات كيما هادو انا اللي لابساهم راهم سامبل. شفتوا فيهم اللوغو توب كيما تنقولوا منه، فيه الزواق فيه اللوغو ديالهم وجاي سامبل. انا داكشي اللي اختاريت لكم هاد لي شال هادو شتوها كاين هكا، هذا بالدوغي وهذا النواغ في النواغ. الثمن ديال لي شال البنات 100 درهم. هاد العبايه 680 درهم البنات 680 درهم. بالنسبه لي كولون اللي كانوا كيصيفطوا لي على لي كولون راه حنا جبناهم، انا غنوريهم لكم. لكن جبناهم العام اللي فات وبزاف كانوا طلبوني عليهم، رحنا عاودنا جبناهم ليكم. هاهما البنات كيبداو لي طاي مناش من الاس، من الاس حتى ل 5 اكس ال، من الاس دابا هذا 5 اكس ال. لا دول اكس ال، لا 5 اكس ال. هذا البنات هذا كيف ما لبستوه كيف ما تصبنوه كيف ما تيبقى، ما كيديرش الركبه، ما كيدير لا ركبه لا والو. هانتوما نوريه لكم شفتو، انا غنوريه لكم ملي تلابساه. هادي كتجي في الجنب ها انتوما البنات، ها هو راني لابسه بحالو يبان. ها انتوما كيجي مع العبايات، كيجي مع الجليبات بحال هادوك اللي كنبيعو حنايا دوك لي سبور، تيجي مع اي حاجه. انا دابا هذا راه ما داير لا ركبه لا والو. ها انتم البنات كيبقى هكا، فيه بزاف ديال لي موتيف، والصراحه هذا هو الموتيف انا اللي كيعجبني عندهم، لان هذا كيكون كيبين اللحم تيجي زوين. كاين لي موتيف اللي كيكون هاد الموزون تيجي فوق الثوب ما كيجيش زوين. هذا الصراحه العام اللي فات كلشي حماق عليه، غير حطيناه طار مبقاش صراحه زوين. الثمن ديال لي كولون البنات كيف ما العام اللي فات 150 درهم، يعني ما زدناش فيهم واخا هما زادوا، حنا خلينا لو بري هو هو لان بزاف اللي وصلوني يعني. وبالنسبه لي صندال اللي لابسه انا شويه جايين شويه طالعين على الاخرين ولا بحال هادي فيها فيرزاتشي بحال هكا، فيها اللي لابسه انا ارجنتي. ها هي تمنى تكون باينه ليكم مزيان ارجنتي. ها هي لي بوينتور من 36 حتى لاش 41
تل 41 من 36 تل 41 تاني الدوري وفيها الدوري البنات انا تماما لارجونتي والدوري لي بوينتور من 36 حتى ل 41 صراحه كونفورتابل حتى هما الثمن ديالهم هادو 300 درهم الموديل اللي وريتكم في الاول داير 350 هذا 300 راني لابساها راني لابساها لابسه انا كاروند كبيره عليا شويه صافي البنات هاوي تيجيو في اللبسه زوينين وكونفورتابل هادي 350 اللي وريتكم في الاول وهادو 300 صافي البنات والعبايه كيف ما قلنا هادي فيرزاتشي نوار بنوار هادي 680 بحال بحال الاولى لي طاي من 40 ل 46 ندوزو الموديل اخر ممكن نشوف العباية الثانية مشيت للكوزينة ها هي الثانية ها هي حبيبة حتى هي فيها لي مونش فيهم لي مونش افولون وفيها من التحت هذا هو الفرق بينها وبين بين الاولى الاولى فيها غير في لي مونش شتي دابا نعاود نحط لكم المانكان لابساها باش تبان لك مزيان هانتي حتى هي فيها هذيك لا دوبلور من التحت ومن هنا فيها فيرزاتش كامله ربي يخليك حبيبه ديالي ايوا حبيبه راه المليح عندهم مالي اما الا بغينا نجيبو لافاطير راه كلشي عنده البنات هذا الموديل الثالث ديال العبايه درت لكم شال بيج بشويه رد عليها باش تبان لكم هذه النوار في النوار هذه النوار في النوار البنات فيها حتى هي لا سانتور ها هي لا سانتور ديالها شوها فيها هاد السميطه هادي ديال لي ستراس رقيقه هابطه حتى لتحت فيها لي بوش نسيت حتى الاخرين فيهم لي بوش نسيت ما قلتش لكم سمحوا لي حتى هي كلهم عندهم فيهم لي بوش كلهم كي العبايات جلالب كنادرات ديما تيديروا لي بوش قليل فاش يكون شي موديل اللي ما فيهش لي بوش هانتوما لي بوش ديالها هابطين من هنا هاكا حتى لهنا عاود من هنا لا ميم شوز حتى لهنا هانتوما البنات باش تبان ليكم الطول ديالها هو هذاك
لي مونش ديالها كما قلنا هكا سنيس لا فيها هكا من هنا هكا في الظهر فيها سامبل فيها غير هاد الهبيطه هادي من هنا هبطت لتحت بحال هكا هبطت لتحت والشال اللي وريتكم البنات هذا البيج ديالو صافي وفاء راه كنخليه مسجل راه عارفه الله يحسن العوان كنخليه مسجل كوني هانيه راه حتى اللي كيتفرجوا كيبغيو من بعد يعاودوا يشوفوا على خاطرهم ها نتوما كيجي فيه اللوغو ديالو اللون منه فيه الكرا ديالو زوينه ماشي ديك اللي كتلصق على الراس هذه الكرا ديال لاسوا البنات زوينه لو بري ديالو كيما قلت لكم 100 ماشي 150 ماشي 200 غير 100 درهم والعبايه البنات الثمن ديالها هذه 600 درهم الثمن ديالها 600 درهم فيها لي طاي من 40 حتى ل 46 غادي نعاود نحط لكم المانكان لابساها باش تشوفوا الموديل صافي البنات 600 درهم انا لابسه فيها دابا لاطاي 44 انا لابسه لاطاي 44 ديما البنات العبار ديما صيفطوا لي العبار شفتوا لاكوب ديالهم كيفاش دايره شتي من هنا صراحه عندهم لاكوب واعره صافي ندوز لكم ندوزو موديل اخر طاي 40 هي ام طاي 40 هي ام نورمالمون شوفي ديما العبار حيت كل موديل ولا كوب ديالو ديما العبار عبري ليا من هنا لهنا بالميتر كل شركه واش تلبس كاين اللي 40 تلبس الان وكاين اللي 40 مثلا غير هاد لا مارك هادي عندهم دو زاتولي وكل كل اتولي فهمتوا كل اتولي بالعبارات ديالو يعني كل موديل تقدري تلبسي فيه هكا يعني العبار هو اللي كيعطيك لاطاي اكزاكت صافي من 40 ل 46 وانا غنحط لكم المانكان لابسه هاد المانكان لابسه لاطاي 40 صافي البنات صنداره ها هي الصنداره عطيني هذيك لوي فيتا ماجده و هانتي ها هي الصنداره هذه بلا البنات صراحه شي حاجه كلاس زويونه اختارت لكم صراحه صنيدلات اللي في لي زويونين في المستوى كاين شي كاين شي تخربيق انا ما صراحه ما كنبغيش نجيبو بحال كي دي نوفو موديل ديال الفيلم هادو دي موديل جداد مازال ما دارت كاع وما كاينينش يعني كنحاول نجيب شي حاجه اللي ماشي كلشي مطلبيها وكاين دابا خارجين دوك واحد نقول لك ما دي صابو ما عرفتش بحال الشكل ديال الشربيل وما استخاصي انا بالنسبه ليا الشربيل كيبقى شربيل يعني ما كاينش بليغه ما تيعجبنيش الصراحه داك الشيء راه منو عداد في تركيا الواحد يجيب شي حاجه زوينه اللي هي اونيك ربي يخليك حبيبه ديالي والله راه كاين البنات عطا الله ما يتجاب راه الناس كيقلبوا على الحاجه اللي رخيصه باش انهم يربحوا فيها والله العظيم الا كنشريو الحاجه وما كنسولوش على الثمن بعد هاد العبايات وهادو هاد السلعه قسما بالله البنات الى الخطيف مع لي زالجيريان الخطيف راه كيجي تيجي موديل من لاتولي تيقول لي خلي لي داكشي كامل ندي قبل ما يعرف الثمن علاش لان عندهم هاد لا مارك بالضبط عندهم لا كاليتي واعره وعندهم لي بري طالعين ولكن راه البنات راه لا كاليتي اللي ما كتحشمش هذا علاش البنات راه عطا الله راه باش ما يتسماش انسان غير تيجيب كنجيب ونهار تنجيب كنعرف تنعرفو شنو جبنا ماشي انسان يبقى غير باش يتسمى راه كل سيمانه ولا كل نهار كيجيب ولا هذا لا هذيك الخدمه الصراحه ما تعجبنيش وما تنديروهاش الصول ما نجيبو الصول وحدين سولوني قالوا لي جيبي لنا لوغوبيانا عرفتوا البنات هذوك لوغوبيانا كنت تشوفوها في تركيا تعيفوها كلشي دايرها كلشي بحال قلتي موديل مكوبين عليه كلشي دايرها انا بدا وليت نشوفها دور وجاي وهاد هاد لي موديل اللي جايبينهم راه لا نوفيل كوليكسيون ما كايناش عندنا شي حاجه فيها شريناها سولدي ولا شي حاجه ديال العام اللي فات ولا كلشي لا نوفيل كوليكسيون كاين اللي تياخذ شويه من لا نوفيل كوليكسيون والباقي
كيجيبوا سولد وي والله كلشي كلشي لا نوفيل كوليكسيون. الحاجه منين تتكون راه غادي ندير لكم لايف اخر غندير لكم فيه السولد اللي كانوا طلبوني عليه بزاف ديال البنات ديال كلكو موديل اللي كانوا بقاو لينا من العام اللي فات. دابا نديرو لكم بوحدو باش ما نكثرش عليكم. صافي البنات هذه الثمن ديالها حتى هي 350 درهم، فيها لي بوانتور من 36 ياك من 36 ل 40، فيها من 36 ل 40 والثمن ديالها 350 درهم. هاد لي موديل البنات غاليين تما غاليين. هذا علاش البنات ندوز لكم موديل اخر. ها انتم البنات هذه ما وريتهاش لكم هكا باش تشوفوها، والله نسيت ما وريتهاش لكم. ها انتم من هنا ها انتم لي مانش ديالها هذه طون سور طون هذه ها انتم هذا الموديل اللي كنت لابسه دابا لي طاي من 40 ل 46. هذا موديل اخر راني لابسه فيه، هذا كيبدا من 48 ل صح ما تجمناش ل 54 48 50 52 54 من 48 ل 54 هذا لا اختي لا العبايه بالسنسله كتجي تجي براتيك. انا بعدا داكشي العبايه اللي بعدا اللي بالحزام ما تنجيبهاش ما تتعجبنيش، وسبحان الله حتى لي كليونط ديالي ما كتعجبهمش كتولي بحال دايره بينوار بينوار في الزمان ما تجيش الصراحه. هذه كتجي انيقه، كنتي ضعيفه كنتي غليظه عندك الكرش ما عندكش الكرش ما كتبقايش كاينين دي ستيل صراحه زوينين ملي كنشوف فيهم الحزام ما هكا بالسلسله تجي صراحه براتيك ساهله في اللبسه وكلشي وكتلبسيها وانت مرتاحه. هذه البنات فيها الفي من هنا راه سام حتى انا ما كتعجبنيش فيه بحال بينوار. انا العبايات اللي درنا هكا صراحه ما كيعجبونيش، حتى لي كيمونو هكاك ما تيعجبونيش بحال بينوار تجي ما فيها خديتيها غاليه ولا رخيصه راه هم. هذه حتى هي البنات فيها الجيب حتى هي كريب دو سوا، هذه راه شويه جاتني طويله لان لابسه 48. ها هي البنات فيها ال في لتحت، ها هي فيها تم اللور انا غنوريكم وحده قريبه. وهنا هذه فيها من 48 ل 54 عاوتاني اللي وصلنا على لي طاي كبار حتى هما ما نساوهمش. هذه من 48 ل 54 انا غادي نوريها لكم باش تشوفوا اللوغو اللي فيها. هذه كما قلنا عبايه جلابه، عبايه احسن تكون طويله كتجي نخوه. ايا اختي داكشي اللي كاين كتجي براتيك في اللبسه. ها انت من التحت ها انتوما من التحت فيها ال في من التحت من القدام ومن اللور. هانتي عاود من اللور هانتوما من اللور ثاني هاك. شويه الفيديو ما عطيش حقهم راه البنات الكاميرا والله ما كتعطيهم حقهم
ما تتعطيهمش الصراحة حقهم، ماشي بحال الحاجة اللي كتشوف فيها مباشرة مباشرة روعة. كما قلت لكم هذا تاني كريب دو سوا، انا نعاود نوريها لكم هكا، جاتني شوية طويلة. الظهر ديالها سامبل، غير تحت اللي فيها دوك لي موتيف، حتى الكابوش ديالها سامبل، الكابوش ديالها حتى هو سامبل، فيها السنيسلة هكا هنايا. صافي البنات، هادي فيها لي طاي من 48 ل 54، الثمن ديالها شحال؟ 600 درهم. بحالها بحالها بحال اللي قبل منها 600 درهم. والبنات كلشي بالكريب دو سوا، كلشي بالكريب دو سوا، يعني هادو منين جاو راه ما صلحناهم ما والو. صافي البنات، 600 درهم لي طاي من 48 ل 54 هاد الموديل. هذا ندوز لكم موديل اخر. وحده قالت لك بغيت هذا الشيء كامل بدل به في رمضان. مرحبا بك، اتمنى مناسبه ولي موديل هبال. ناري اختي بغيت هادشي كامل افرض حنان مرحبا. ايوا اختي راه المليح عندهم مالي، حتى حنا راه كنعرفو من تجيبو المليح. يبان الشانيل. هذا موديل اخر البنات، هذه جلابه، هذه كنت حطيتها لكم في اللايف، بزاف اللي صيفطوا لي عليها فاش كنت كندير اللايف من عند الفورنيسور. هذه البنات شانيل، شانيل نواغ بلارجونتي، كنت سنة من قبل ديجا بزاف اللي صيفطوا لي عليه هذاك النهار. ها نتوما البنات جايه شانيل فيها من هنا، من هنا هاكا جا فيه لارجونتي والنواغ احسن من الدوغي. الدوغي داروه خلطوه مع لارجونتي، صراحه ما جاش زوين. هذا جا فيها زوين، لا كابوش ديالها حتى هي فيها هانتوما حتى هي بالجويبات. انا لابسه فيها لاطاي 44، فيها لي طاي من 40 ل 46. هانتوما البنات حطات لتحت فيها لي طاي من 40 ل 46. ها انتم البنات لا كابوش هي فيها من هنا كامله، ولي مانش ديالها هنا مكتوبة فيها شانيل، سنيسلة هي وجويبات. الثمن ديالها شحال؟ 580 درهم، لي طاي من 40 ل 46. صافي البنات سي بون، باينة.
تيقول لي كتزربي، انا كنحاول دابا انني ما نزربش. واخا الكاميرا ما كتعطيهمش حقهم، المهم تشوفوا الموديل ملبوس. درتها مع هذا شال نواغ في النواغ، فيه اللوغو هنا نواغ في النواغ. لي مونش هكا، صافي البنات ندوزو الموديل اخر. هادي كيما قلنا 580 لي طاي من 40 ل 46. ندوز لكم موديل اخر. البنات هذا موديل اخر تاني، هذا ما فيهش جياب، هذه جليبه ال في، كابوش ديالها سامبل، هذه فيها سنيسله غير هنا، فيها سنيسله غير هنا ستوك، هنا فيها اللوغو ديال ال في، من هنا جايه كامله استراسي، هنا فيها ال في، من هنا لا ميم شوز، نوريها لكم من تحت. هانتوما البنات هادي من تحت فيها كوب بانان، جاية هاكا من تحت، جاية هاكا. يعني نفسها هادي شوية كبيرة عليا الصندال، وفي الظهر فيها اللوغو. هانتوما الظهر ديالها في اللوغو، جيسبيغ يكون كيبان ليكم مزيان. لا كابوش ديالها سامبل، انا نوريها ليكم. ها هي البنات، شدني هانتوما البنات، فيها ال في هنا، فيها سنيسلة من هنا، فيها غير ستوب سنيسلة، فيها لي مونش لوغو هاكا، وفيها في الظهر. هانتوما البنات لي طاي من 40 ل 46، لي طاي من 40 ل 46. هادي لو بري ديالها 600 درهم. هانتوما ال في من هنا، عشاق ال في. صافي البنات باينه، جيسبيغ تكون باينه مزيان من هنا هكا، من هنا هكا، والظهر كيبان الظهر يبان، يبان الموديل مزيان. المهم غادي نلوحو لي فيديو ويزيدو شوف. المهم انا نزيد نحط لكم مونتان لبساها، لي طاي من 40 ل 46. صافي البنات انا ندوز لكم موديل اخر، باش متقولوش ليا كتزربي. صافي البنات فيها الكحل بلارجونتي، هذا هو اللون اللي خدموا فيه. انا ندوز لكم موديل اخر. ستوري. ستوري. ستوري.
كيما داك الخطا البنات دابا ندوزو لهذا الموديل هذا كلشي حماق عليه داك النهار حطيتو لكم في لا ستوري جليلبه حتى هي البنات كريب دو سوا فيها لا دوبلور بالليوبار تقدري تلبسيها هكا وتقدري تلبسيها هكا يعني كل واحد كيفاش كيبغي يلبس جليبات لا كابوش ديالها حتى هي بنفس التوب ديال لا دوبلور ديال لي مانش نفسه الظهر فيها هذه الورقه هذه انا غنوريها لكم هاي البنات لي مانش كيفاش كيجيو في الظهر فيها هادو لي هنا صغيورين هما لي كاينين في الظهر وحده كبيره هادي لي طاي ديالها البنات من 44 ل 50 لي طاي ديالها انا لابسه فيها 46 هادي من 44 ل 50 انا لابسه فيها 46 الثمن ديالها 650 درهم ما كاينه 900 ما كاينه 800 ما كاينه 700 650 درهم البنات حتى هي كريب دو سوا البنات غادي نقطع لو لايف باش ما يمشيش ليا كيف ما ديك الخطره ونصدق كنعاود كلشي من الاول انا غادي نقطعو ودابا غادي نعاود نحل واحد اخر صافي البنات شكرا بزاف وسمحوا لينا سهرناكم معانا صافي انا دابا غادي نعاود